أقيمت فعاليات حفل وتكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة التقديرية للمبدع الصغير في دورتها الثالثة 2023 تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. تهدف جائزة المبدع الصغير لدعم الأطفال والنشأ في المجالات الثقافية والفنية والابتكارية المختلفة. احتفالية تتجدد لعامها الثالث والخاصة بالإعلان عن الفائزين بجائزة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. جائزة المبدع الصغير تهدف لدعم الأطفال والنشء في المجالات الثقافية والفنية والابتكارية المختلفة بإشراف وتنفيذ من وزارة الثقافة بكل قطاعاتها، ليستمر نجاح الجائزة للعام الثالث على التوالي. الدورة دي دورة رقم 3، فاز فيها مجموعة كبيرة من الأطفال من سن 5 لسن 8 سنوات ومن 8 ل 18 في فروع الفنون والأداب والابتكارات العلمية. هذه الدورة على وجه التحديد كانت استثنائية في يعني عدة أشياء، لعل أهمها كم الإقبال غير المسبوق من أبنائنا في كافة أقاليم ومحافظات مصر. احنا وصلنا اكثر من 10,000 طلب لمتقدم في كافة مجالات الجائزة الثلاثة بكل الفروع اللي تندرج تحتها. الجائزة خصصت للأطفال والنشأ من سن 5 حتى 18 عاما ليبدع الأطفال في مجالات الآداب والفنون والابتكارات العلمية. وانطلاقا من حرص الدولة على الاهتمام بهذه المواهب ودعمها، تم مضاعفة عدد الفائزين من 16 طفلا ليصبح 32 طفلا، وأعرب المشاركون عن فرحتهم موجهين الشكر للدولة على الاهتمام بهم ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم ودعم مواهبهم بنشر ورعاية أعمالهم الفائزة من خلال قطاعات وزارة الثقافة المختلفة. قدمت في مجال تطبيقات ومواقع إلكترونية، قدمت موقع بيتكلم عن آثار مصر بعنوان حضارة مصر، بيتكلم عن أهم المتاحف اللي موجودة في مصر وأهم الآثار اللي موجودة في مصر وأهم الملوك اللي عاشت مصر في أوقاتهم. المشروع اللي أنا كنت بعمله عبر عن مصر، عبر عن الكرة الأرضية والتلوث عنها، فعملت إزازة جواها كرة أرضية ونار حواليها. أنا قدمت عمل مسرحي اسمه مين فينا اللي، بيتكلم عن إزاي ممكن أسرة أو يعني إيه الأسباب اللي ممكن تخلق مريض نفسي، وبنكتشف في الاخر ان مفيش حد سليم، كله مريض نفسي. المشروع بتاعي هو نظام المرور الاخضر الذكي في مجال الابتكار العلمي، وهو مشروع بيوفر الكهرباء اللي بيستهلكها اعمده الاناره في الطرق عن طريق ان النور بينور بس لما العربيات تعدي. جائزه الدوله للمبدع الصغير انطلقت لاول مره في مصر عام 2020، وسيتم فتح باب التقديم للنسخه الرابعه اعتبارا من الاول من اكتوبر القادم ولمده 3 أشهر، ولاول مره ستكون بمشاركة المبدعين من الأطفال المصريين بالخارج، وهذا يؤكد أن الاهتمام بالأطفال والنشء أحد أولويات الدولة لخلق جيل جديد مبدع وقادر على تحقيق آمال وطموحات وطن هم مستقبله المشرق. محمود جميل، التلفزيون المصري.